يا حد عليك يا روس يا حد عليك يا الله بطيخ ببلاش مسترد مسترد يا مسترد ايه يا ابني احنا في الغردقه يا ابني الحمد لله ان احنا لقينا العربيه دي يا جدعان يا عم الحمد لله احلى مصلحه وفيها بطيخه وناكل برضه ما بس يا لا يا ابني يا لا كله انت ساكت حد عارف احنا رايحين فين معرفش ربنا يستر بقى اعتقد سوق العبور حوراس الله يحبك افتح البطيخه دي لحسن جعان ما انت يا ابني لسه طافح بطيخه كامله لوحدك جعان اعمل ايه انت دماغك بقت شبه البطيخه يا عم جعان اكل مش كل حاجه اكونه محدش عارف البطيخه دي ممكن يكون فيها ايه اصبر الضابط ده كان خطر قوي كله كوم والضابط ده كان كوم الحمد لله ان احنا هربنا منه تفتكروا اتصاب ولا مات يا عم ان شاء الله يكون مات ان شاء الله مش هيتصاب يعني انا اصلا مش قادر اصدق ان في مجموعه جباره زي الناس دول يقدروا ان هم يضربوا نار على البوليس عادي طب ما انا يا ابني كل يوم بضرب نار على البوليس وبحدف قنابل غاز وساعات بضرب بالبوازيك الكلام ده بقى في السايبر يا حرصه ما بقعد نلعب انا بتكلم في الحقيقه الشوت ده الحق يا جدعان ده في مليطه مليطه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه وردة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الناس ضربة بانجو ولا ايه يا ابني حفلة تنكرية يا حمار يبقى عشان كده سوينا يا حسين تعملوا ايه الله يخرب بيوتكم انتوا متعرفوش مين حرام احب اعرفكم بمستر محمد فخر الدين مدير الفندق انا مش هاخد اللي حصل منكم ده بمحمل شخصي لاني مدير ذكي وبعدين اللي عملتوه ده شيء محترم شفتوا حاجه غلط حاولتوا تغيروها وبعدين اعجابي بيكو ان انتوا جايين تشتغلوا من غير واسطه اعوذ بالله يا باشا احنا ما بنقبلش الواسطه لا علينا ولا على اي حد انتوا عارفين اللي بيجيني هنا بواسطه برحله فورا ده احنا حتى جايين بكارت بتاع القبطان ايه قبطان عزوز يا باشا اصل هو بيحب يتفرج على الكرتون قوي احنا بنتعامل هنا في الفندق كاسره واحده همنا كله اسعاد الجست مستر حسين فندم خدهم وتعرف على مهاراتهم وحطهم في المكان المناسب اتمنى لكم التوفيق اي اسئله شكرا اتفضل مستر حسين تحت امرك يا فندم اتفضلوا معايا يا ريت حضرتك تغير عشان جايب لنا الكلام
أنا مش محتاج أنبه عليكوا طبعاً إن أهم شيء عندنا هو الموزز، الأكل، السمبوسك، الطاعة. الطاعة. ها، تحبوا نبدأ بمين فيكو؟ نبدأ وفي اللي هيحصل. برافو، أنت اطلع خطوة لقدام، اقعد، عينيك فيها اختراق للحواجز، ملامحك بتقول انك مقتحم، شعرك ملوش لازمة، وعشان كده انا اخترت لك مهنة مناسبة ليك، مفيش باب هيتقفل في وشك. أما أنت فهتكون الآمر الناهي الوحيد، بنظرة منك هتحرك الحديد، كأنك مازنجر ومعاك أفروديت. بص يا بنت الناس، احنا خلاص بقينا زملاء، فمش هنتكسف من بعض. الرزق اللي يجيلي ما تبصليش فيه، والرزق اللي يجيلك مش هبصلك فيه. يا رب تفهميني. ايوه يا استاذ، تعالي الشنطة لو سمحت. تعالي استنى، اتفضل يا بيه. اما انت فمكانك مش هنا، انت الوحيد فيهم اللي هتعيش في عالم الترفيه، اللي زيك عاشوا اساطير. انت قوي، شجاع، كل اللي ناقص لك شوية أقزام. مع إنه خشب في خشب في خشب، إنما يستاهل. أنتوا ما بتغنوش ليه؟ العبوا عشان ما تترتش، معلش. مع إنه خشب في خشب، دي أغنية حلوة، إنما يستاهل. ما بتغنيش ليه؟ تعالى، ما بتغنيش ليه؟ إلا أنت عامل ده سنوات تعمل كده؟ سنوات مين يا؟ اللي انت لابس لبسها. انا لابس صفاء ابو السعودي اهبل. انت حمار. انا حمار؟ انت كده طلعت بروستي اللي جوايا. تعالى لي بقى انت، تعالى لي بقى كلب. انت فاكرني ايه؟ شوف انت الجوال دي مالك ايه؟ مالك؟ What is this? تلعبوا ولا لا؟ اعملها. ايه؟ قطر. نفذ اي مهمة تطلب منك ما انا حسيت انها صعبة. ماشي، اركب على ظهري. لا. اركب. اركب يا اهبل، ما تبوظ. اركب. اركب. توت 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 توت. هاوس كيبر. زبالة. زبالة. ايه بس الشغل يا عم، انت شوف شغلك وانا اشوف شغلي عادي، يعني مش حاجه. اسمعوني بس والله، انا بس انا اعمل لكم فقيات والله العظيم. خد والله انت ابن حلال يا عم. بص ارفع بس باطك كده. ايوه كده، دلع الدنيا. شلافن مين يا عم؟ طب اصبر. بص ده، بص حاطينك ضاحكين عليك، ضاحكين عليك، مدينك ده. انا هديك بكره الجر معاك اكتر والله. يا عم اسمع مني، يخرب بيت غباء امك. طب دي بدولار 75 والله، مش غاليه. نمشي 100 كيش خالص. بتقول ايه؟ طب دي حاجه كده عشان تفرح. ايوه يا جدعان افرحوا والله العظيم. انا ارتحت لك شبه خالتي والله العظيم، والله العظيم، والله والله العظيم انا ارتحت لك. اه والله العظيم، احكي لكم مشكلتي والله انا ارتحت لكم جدا والله العظيم. يا خالتي مالك يا عليا حلفان، والله انا متبهدل، تخاليس من بكتيريا، مش هحكي لك قصه حياتي كمان عامله ازاي. الله يرحمك يا الله. والله متعذب يا عم اسماعيل والله العظيم. ايوه يا استاذ، شاطرة يا أفروديت، شاطرة. لو سمحت الشنطة لو سمحت. ثانية واحدة يا بيه، اتفضلي تعالي. اتفضل يا باشا. حبيب قلبي يا باشا. لا معيش فكة حضرتك. خلاص بقى اطلعك. صباح الخير. أهو رزقك يا أفروديت. تعالي.
شفتي؟ نعم يا سي جازمة. ايه مرحبا اختي هتلر داخل جوه. ليه جزمة من غير رباط؟ جرايه وليا انا عايز اخش جوه. مفيش حد هنا، الواد كونه مسافر. ما انا عارف ان زفت مسافر. خد التصريح الاخير، كونه لو ما جابش الفلوس انا هقتله قتيله. والله ممكن تمشي مشيه. مشيه ماشي، لو ما جابش الفلوس انا اعذب الواد بكره وشنب ده اخوه الصغير عزيبه. تبقى ريحتني رجيحه. انت مش خايفه وليا؟ طيب انا اخطفك انت. الله على الاكشن، ويجي بقى القبطان ينقذني بسفينته الكبيره. قشطه. انت مجنونه؟ اه انا مجنونه جنينه. هي تقريبا قفلت الباب. محدش حاسس بيا، كل حاجه قرف قرف. يا ابني بتكلم نفسك ليه؟ انا مخنوق يا حورس، انا عايز ارجع. اهدى بس اهدى. ايه اللي حصل؟ مش شغلوني شغلانه رخمه قوي. اشتغلت ايه؟ اشتغلت هاوس كيبر. طب ما دي حلوه يا ابني. ده هاوس كيبر ده انت لو شديت حيلك فيه ممكن تبقى هاوس كيبر منتخب مصر. شريف اكرامي كان شغال هاوس كيبر زيك كده وفتح عليه ربنا دلوقتي اهو واقف في الاهلي اهو. بجد والله؟ يعني ركز؟ ركز واحمد ربنا انت في نعمه. تشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. انا شغلوني انيميشن. يعني ايه؟ يعني مربيه اقعد مع العيال. وما ادراك بقى مع القعده مع العيال. عيل يرجع عليك وعيل يقول لك يا ماما خلصت تعالي شطفيني. وفي عيل ابن غلسه بقى ساكن في سوهاج او المنيا مش عارف فين بالظبط، كل شويه يقول لي امين يا قطر قطر. والله العظيم انا بقى مش ماشي من هنا الا ما اعرفه ان في طيران لحد هناك عادي. معلش معلش يا حورس استحمل عشان خاطري. ده كونه بقى نايم ملك زمانه. اه والله ولا لا استنى ما صرح له. ايه ده؟ لا ده بالناحيه الثانيه ده. تعرف دي لو حطيتها في شعري تطلع بالزمامير، لازم يزمرها عشان تطلع. يا راجل. اه والله. نايم ولا على باله الدنيا، شكله اشتغل شغلانه مريحاه. هاو هاو هاو. ايه ده؟ ده اشتغل كلب ده ولا ايه؟ نهار اسود. نهار اسود. حرص والنبي عايز اطلب طلب والنبي. انا عايز اكلم النبي ابويا عشان وحشني قوي. مفيش يقعد كده الكلام ده. خلاص احنا في معسكر. هنرجع ومعانا الحق. انا هروح اجيب حاجه واجي. تعالى يا حبيبي تعالى تعالى يا حبيب ماما. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ الو ايوه يا بابا. مين مين؟ انفخ بلالين. مين ايه؟ انا ابنك يابا، انت خلفت غيري. بس بس عرفتك انت حورس. عامل ايه في الغربه يا ابني؟ الحمد لله يا بابا، النهارده كان اول يوم ليا في الشغل بس مش عارف اقول لك ايه بقى يا بابا. مالك ولا فيك ايه؟ اتبهدلت يابا واتهنت. العيال الصغيره بقت تضربني يابا. ده في عيال صغير رخم قوي يابا، كل شويه يقول لي اعمل لي قطر اعمل لي قطر. الواد ابن الغلسه شكله ساكن في سوهاج. معلش يا حورس معلش يا ابني خليك جامد. انت المفروض انك اقوى من كل اصحابك اللي معاك. انت اقوى من زميلك الطحش ده اللي شبه يونس شلبي، والواد التاني اللي اسمه بكتيريا ده. اه المهم اخبار الغدا ايه؟ عامل ايه في الاوبل بوفيه؟ ما بيعملوش غير باميه يابا هنا، حتى ما فيش رز نسقي فيها الباميه لما بطننا لزقت. اه شبه باميه امك؟ لا ده باميه امي احلى بكتير. وحشتني قوي. معلش يا ابني استحمل بقى، هي الغربه دايما في الاول كده بتبقى صعبه لكن بعد كده هتتعود. بقول لك ايه؟ اخبار الحريم عندكوا ايه؟ لا ده الحريم هنا مهلبيه يابا. وطي حسك وطي حسك، امك هتسمعني. بقول لك ايه؟ ايوه. اللهم لا حسد يعني. اه هو انت بتاخد كام؟ يابا بقى سيبك من الكلام ده وقوم صلي العشاء، انا سامع العشاء بيدن عندك. وبطل اللي انت بتتفرج عليه ده، منتديات هبه العرجه دي هتجيبك ورا يابا والله. يا كونو والنبي انا عايز اكلم ابويا وحرص مش راضي. بس يالا حرص عنده حق.
طب ارن عليه. ترن عليه؟ انسى موبايلك ده، انساه. خش شويه. انت كنت فين؟ ده كان في خناقه بره بنت حرام، عيال بقى جايه من هنا وعيال جايه من هنا، بس الحمد لله انا رحت وخلصت الدنيا. هديتها؟ اه. ماشي، انا هاخد. راح فين يا؟ اشوف لو في خناقه تانيه اخش فيها. يلا. انا هنام 3 ايام ما تقومنيش، ماشي؟ طب انا عايز اكلم ابويا. بس يا استرجل. الو. ايوه يا ام. ايه يا كونو، ازيك يا كونو؟ عامل ايه يا ضنايا؟ انا الحمد لله يا ام كويس. سلميلي عليه، سلميلي عليه. طمني عليك يا ولا. ياما ياما الغردقه مالها؟ مالك يا ولا؟ الف سلامه، فيك ايه؟ لا ياما مفيش. ياما انا هنا بسرح بكلاب ياما، محدش مقدر عقلي ولا موهبتي ياما الامنيه، ولا ان انا كنت راجل امن ولا اي حاجه. افروديت هي اللي بتعمل كل حاجه ياما. الله، اسمها افروديت. ايوه كده، من اولها انجزت فاوجزت. المهم يا ولا افروديت دي تكون حلوه شبه امك. لا ياما، افروديت دي كلبه. انت بتغلط فيها ليه كده من اولها؟ عيب لما تقول لها كلبه. طب ما هترد عليك تقول لك يا ابني 60 كلبه. ياما افروديت دي كلبه، كلبه ياما بجد بتهوهو، وانت عارفه ان انا بخاف من الكلاب، بس انا ما قلتش للعيال عشان صورتي ما تتهزش قدامهم. انا تعبان، تعبان قوي ياما وخايفه اتعض. معلش يا حبيبي، هي الغربه في اولها. قولي له يعلي صوته، علي صوتي. بس ادعي لي ياما، ادعي لي ياما، ادعي لي. ده دعاكي هو اللي باقي لي. ادعي لابنك يسافر اوروبا على طول من هنا. ربنا يكرمك يا ضنايا، بدعي لك والله من غير ما تقول لي. قولي له يجيب لي حاجه معاه، عايز شوكولاته. شوكولاته؟ شوكولاته ايه؟ روح اتنيل. قلبتها ليه؟ كتكني لو انت شبه افروديت. محدش حاسس بيا، محدش حاسس.